مساء الفل والهنا والسعادة والحب والقوة والرضا يا حبيبة قلبي، وحشتيني من امبارح. جالنا سؤال لذيذ، سؤال تام، سؤال جميل. ازاي اخلي الراجل اللي معايا يحبني؟ سؤال لمس قلبي. لقينا 10 حاجات لو انتي عملتيهم الراجل اللي معاكي هيحبك على طول. اول حاجه السمع والطاعه. السمع والطاعه، قال لك ترجعي البيت الساعه 9، ترجعي البيت الساعه 11، ما تنزليش اصلا، تعملي تمثال رمسيس جوه بيتك، لازم تسمعي كلامه وكل كلمه بيقولها، لانه طبعا انت لو كان عندك السمع والطاعه هو يحس ان انت قد ايه مطيعه وغلبانه، فيقع في غرامك ويحبك ويرضى طبعا عليكي. نمره 2، تسيبيه يكلم كل البنات اللي هو عايز يكلمهم، يكلمهم على الفيسبوك، يكلمهم في التليفون، ينزل يخرج معاهم، هو حر، هو حر. لازم يحس ان انت مدياله المساحه اللي هو يحبها، وان انت سايباه يعمل كل الحاجات اللي هو بيحبها، ويكلم كل البنات اللي هو يحبها، فهو يحس ان انت قد ايه بتحبيه وقد ايه بتضحي عشانه، فيقع في غرامك ويحبك. مش كده وبس، تحس كمان ان انت العقله اللي شارياه، اللي هتعرفي تمشي امورك بعد الجواز. 3، تلبسي مخطط، تلبسي مشجر، تلبسي احمر، تلبسي ازرق، تلبسي اللي على مزاجه بالستايل اللي هو يحبه. ليه؟ علشان لما تلبسي اللي هو بيحبه، يوم هو بيبص لك كده يحس ان انت عايزه ترضيه، يقوم يحبك على طول. 4، لو عايز اي عمليه تجميل حضرتك تعمليها، لو انت عندك ديفو فلازم تصلحيه، لازم تعملي عمليه التجميل دي فورا عشان تبسطيه. فهو لما يحس ان هو ان حضرتك دخلتي تعملي عمليه تجميل علشانه، يحس ان هو مبسوط وان هو مهم عندك، وانه عينه وعقله فارقين معاكي، فيحبك على طول. 5 بقى، لازم تقطعي مع كل صحباتك اللي بيحبها واللي ما بيحبهاش، عشان يحس ان انت الوحيده اللي ان هو الوحيد اللي في حياتك، ان هو مالي عليكي دنيتك، ان انه انت ما بتفكريش في حد غيره، ان انت مش محتاجه تكلمي اي حد غيره، فيقوم يحبك على طول. 6 بقى، الاهتمام ثم الاهتمام ثم الاهتمام ثم الاهتمام. لازم تكلمي 24 ساعه، تهتمي بتفاصيله، اكلت، شربت، نزلت، خرجت، تلعب طاولة يا حبيبي، العب بلاي ستيشن يا قلبي، برافو، اكسب يا بطل، يا خطير، يا عظيم، يا فظيع، خدت الدواء يا قلبي، دخلت في استحمى يا حياتي، شربت النهارده كام كوبايه شاي، اوعى تنسى تشرب ميه علشان بشرتك يا حبيبي وخدودك، وها روح يا حبيبي العب رياضه كده واعمل علشان يبقى شكلك فظيع. 24 ساعه في ال 24 ساعه. لازم تكوني انت الطرف، دي النقطه اللي بعديها، اللي بيصالح الاول. هو غلطان او مش غلطان، هو متضايق منك او انت اللي متضايقه، انت اللي لازم تبداي بالصلح عشان يحس بنفسيتك الحلوه، بروحك المتصالحه، بقلبك الجميل الطيب، فيقول والله البنت دي بنت طيبه قوي، بتسامحني حتى وانا اللي غلطان فيها، فيقوم واقع في غرامك على طول. وبعدين فكره ان انت كمان تصالحيه الاول دي بتخليني احس ان هو راجل، احس برجولته كده. ها بصي بقى، بالنسبة للهدايا، تهاديه بمناسبة ومن غير مناسبة، تهاديه في عيد تحرير سيرة، تهاديه في عيد الأم، هو راجل أم، تهاديه في عيد الأم، تهاديه في عيد الربيع، تهاديه في أي مناسبة أو من غير مناسبة، لازم تهادي الراجل، ورد وشوكولاتات كتير عشان يحس ان انت كريمة، يحس ان انت معطاءة، يحس ان انت عايزة تسعديه جدا. اللي بعديه بقى، الجدعنه ثم الجدعنه ثم الجدعنه ثم الجدعنه. تبصي تمرمطي نفسك كده في الارض وتعملي اي حاجه هو عايزها. اهري جدعنه. خلاص؟ هو عايز لبن العصفور، تروحي للراجل اللي بيبيع لبن العصفور، تشتري لبن العصفور وتروحي تديه لبن العصفور، وهو قاعد ملك، ما يتحركش من مكانه. اوعي تسيبي الراجل اللي معاك يتحرك من مكانه. عايز لبن عصفور، تروح تشتري لبن عصفور، يوم هو يعمل ايه؟ يحبك، يقع في غرامك، يحس ان انت مقطعه نفسك علشانه. لازم تحسسيه انك مش هتقدري تعيشي من غيره، هتموتي لو سابك. الروح، النفس اللي هو اللي انت بتتنفسيه ده مرتبط بيه،
بس مجرد ان هو فكره ان هو مش موجود في حياتك انك هتموتي من بعده، انك هتقطعي شرايينك، انك هتنتحري، هتاخدي الخنجر وتقومي طعنه نفسك بيه كذا طعنه، اتنين في القلب ثلاثه في البطن، فهتقتلي نفسك لو هو ساب حياتك. فحس ان انت قد ايه متمسكه بيه، وحس قد ايه انت ولائك ليه، حته من كبده هيحس ان انت حبت حته من الكلاوي، يقوم بقى يحبك بقى ويعفى غرامك ويتجوزك. وبيقابليني وقولي عليا ما بفهمش لو عملتي الكلام ده، وقعد معاكي شهرين على بعضهم على بعضهم او حبك. انا اصلا افكر اعمل مجهود او اشوف الراجل اللي معايا يحبني ازاي، او يحبني بأني طريقة، ان شاء الله مع انه حبني، اللي يحبني يحبني على بعضي، بشكلي، بطريقتي، باسلوبي، بجناني، بصوتي الهادي او صوتي العالي، بطريقة لبسي، بشغلانتي، بطريقة كلامي، بايدي، بدماغي، بطريقة حبي ليه. انا كده، انا الباكتش ده. انت هتحب الباكتش ده اهلا وسهلا، وهتتشال فوق الراس. مش هتحب الباكتش ده، حضرتك فيه بلايين من الرجالة غيرك على كوكب الارض يحبوني، وهعرف احبهم، انا اللي بحب. لكن انا افكر ازاي انا ارضي راجل هاو او 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 عشان يحبني هاو او 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 نو بيبي. اللي يحبك يحبك زي ما انتي، يا اما بوسه كبيره لبابا وماما وطنط وانكل وميرسي قوي واحنا مش عايزين. واي واحده فيكم بتعمل العشر حاجات اللي انا قلتها دلوقتي، تاكدي ثم تاكدي ثم تاكدي، ماشي. الواد ده ماشي، الراجل ده ماشي، هيمشي. ها، الزياده منه تموع النفس، القليل منه يخلينا نبص بره على اللي احنا مش عندنا. فلو حضرتك عايزه تكملي، مش تخلي حد يحبك، تكملي مع الراجل صح، ميزان حلوه وحشه، متزنه مجنونه، احب شويه اهدي شويه. وده رايي وبمنتهى الامانه. مشاهداتي العزيزات وبناتي الحبيبات، يلا نبدا حلقتنا بتقرير قد كده ونرجع ليكم من هنا وبس. والدي بدأ الفكرة سنة 52. من 72 سنة الحرانية هنا كانت قرية بسيطة، أهلها زراع، ما سمعوش عن النسيج ولا سمعوا عن الفن ولا يعرفوا يعني إيه فن. فجي هنا علمهم حرفة النسيج، وساب كل واحد بفطرته يحاول يعبر عن اللي في خياله. الولاد لما بيبتدوا في سن صغير بينسجوا حاجات زي كده. ده كل الفنانين اللي اشتغلوا معانا بدأوا في المراحل دي. الألوان اللي احنا بنستخدمها لصباغة الخيوط ألوان نباتية. والدي دور على البذور وزرعها في الجنينة هنا هو، ومرة في السنة بناخد النباتات اللي بتلون الخيوط وبنسبق كل الفنانين بيشتركوا في عملية تحضير الألوان. كل قطعة الحقيقة في المكان هنا هو فريدة من نوعها، لأنها من وحي خيال الفنان بدون تصميم مسبق، فكل حتة ما بتتكررش مرتين. الفنانة رضا أحمد ابتدت معايا من سنة 74، عمر طويل بينا، وهي مبدعة الحقيقة. Thank you.
يعني تشتغلي مش حاجة تعمليها وهتمشي، لا ده فن، براحتك وتخلصي براحتك. أنا عاملة عبارة عن غابة من تحت كده، غابة من الأشجار والنباتات اللي يعني اللي يخطر على بالي بحطه. أنا شغالة بقالي 30 سنة، كنت باجي هنا ألعب وما كنتش بشتغل لسه، كنت بقعد جنب حد أكبر مني بيشتغل، اتعلمت الشغل وطلبت من الست إنها تسلمني نور واشتغلت عليه.